الثمرة الرابعة الأمن والسعادة. لا أحد منا إلا وهو يسعى إلى السعادة، يسعى إلى السبل التي تضفي عليه سعادة وسرورا وأمنا وطمأنينة. إذا أردت ذلك فالزم سبيل الإحسان. الله سبحانه وتعالى يقول: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حال المجتمعات الآن أنها تعاني أو يعاني بعض أفرادها من الاضطرابات النفسية ومن الأمراض العقلية التي سببها الخوف والقلق ونحو ذلك من الأمراض. فإذا أراد الإنسان أن يسلك سبيل الطمأنينة وسبيل الأمن وسبيل الراحة والسعادة فليسلك إليه من طريق الإحسان.